هنشرح دلوقتي مديول الخاص بالطباعة. أنا هنا لما أكون موجود في قائمة وحابب أطبع القائمة بلاقي برينت بريفيو، مجرد ما أضغط عليها بيبدأ إن هو يكريت ريبورت. عندي الريبورت بتاعي فتح هنا، كاتب لي عدد الصفحات والتاريخ و اسم المزرعة. هنا بقدر اقلب الصفحات اللي بعد كده، بعد كده اقدر من هنا اجيب اخر صفحة وارجع من الازرق اجيب اول صفحة. بعد كده بختار وول بيج ان هو يعرض لي الصفحة ازاي، الصفحة كلها تبقى كده. اقدر ان انا اعمل زوم اوت او زوم ان الصفحة. بيج ويتس ان هو يعملها لي كده تكون سهلة للقراية 100% ان الصفحة تكون بالشكل ده. بعد كده اقدر اتحكم في طريقة العرض بتاعي ان هي تكون صفحتين جنب بعض، ممكن تكون 4 صفحات لو انا عملت زوم اوت. هنا اقدر ان انا اختار الطبعة اللي هطبع بيها، اقدر ان انا اضغط على كريانت عشان يطبع لي الصفحة اللي أنا واقف عليها أو الصفحتين اللي أنا واقف عليهم، لكن لو أنا ضغطت على أول هيبدأ يطبع لي كل التقرير. ممكن أحفظ التقرير بالشكل اللي أنا عايزه، أقدر إن أنا أحدد الصيغة، أكتب اسم اللي أنا حابب أحفظ فيه التقرير وأختار أحفظه كبي دي إف ولا ملف وورد ولا ملف أكسل. بيتم حفظ الملف. اقدر كمان ان انا ابعت التقرير بتاعي بلمسة زر عن طريق الايميل، اضغط على كلمة ايميل هيبدأ ان هو يحفظ التقرير بتاعي، بس بيقول لي ان مفيش ايميل منضاف في البرنامج اللي انا ابعت عليه. بضغط اوكي وباجي اكتب الايميل بتاعي هنا. مجرد ما بكتب الايميل واضغط على اوكي هيبدأ ان هو يبعت لي الايميل بتاعي. هنا هكتب الايميل هيبدأ يبعت لي الميل بتاعي على التقرير بتاعي.